مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء حمده بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اهدني فيمن هديت واغفرني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت واغنني برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يضل من واليت ولا يعز من هديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فأين ربنا بسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام إلهي ربي أنت مولانا سبحان الله الحمد لله الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الله لا إله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والعافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الغيرات في الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سفرة الموت ونجاة من النار والغفوة إلى الحساب
ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. كاسيكو يا رسول الله، كهرب شفاعتمو يا حبيب الله. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قديم يا الله
selatan Medina ya min jami' al-ahwal wal afat wa taqabbalna bina jami' al-hajat wa taqabbalna bina min jami' al-sayyi'at wa tarfa'na bina indaka ahdal darjat wa tuwajjuhna bina asfar ghaya min jami' al-ghayat wa hayat wa ma'at al-mahat ya habibuh ya habibuh ya habibuh ya habibuh ya habibuh ya habibuh يا رب الشهيد خذ أقوالنا وحق المسلمين
sebagaimana ani kutulati ma'akilati. Yaumi kutulahi dahabna ma'akilati fi malam. Tasana al-fariqa ra'aitu al-jibal wal asjar wal tuyur tahallaqat awlaha. Wasalna fil madinati malam. Istaraina ta'aman maskula fi malam. Wajabatan khafifatan wajabatan thaqilatan. Masalan bakso, rus pecel, mendoan, wawai berdali. Ana ma'ilati nastamta'na. Akon bilwa'ina milibis. Intahaina minal ma'kulati. Zahabna ila sayyawatina. Warja'na ila lasti. Ahakada anifisatil Anifisati al-Qudrati. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحكم الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله وعلى النبي صلاة الله لا إله إلا الله وعلى النبي سلام الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة صلى على النبي صلى على محمد صلى على محمد صلى على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر الغاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلناه من قول لا إله إلا الله وما سبحنا الله وبحمده وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونحو خصوصا إلى من اجتمعنا هنا بسببه والأجر وخصوصا إلى روح جميع المؤسسين نهضة العلماء. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم انزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أفشي السلام بينكم أحبانا سبرقانلah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Makna dari hadisnya itu apa? Menurutmu kamu harus hadis itu apa? Maknanya apa? Kita harus menyebarkan salam di antara umat Muslim.
Artinya, iman yang paling utama adalah sabar dan memaafkan. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tiga itu membahas tentang apa? Tentang iman yang paling utama. Iman yang paling utama, yo, membahas tentang apa, nak? Sabar. Sabar. Dari hadis itu maknanya apa? Apa yang dapat kamu ambil dari hadis itu? Kamu, kalau memahami hadis itu, kamu sebagai orang yang beriman, kamu harus sabar dan memaafkan, kan tadi? Itu berikan penjelasan. Memaafkan itu benar. Nah, orang yang salah lalu dimaafkan. Apa maafkan? Bagaimana cara memaafkan? حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله.